شكرا يا احمد. اوامر سيادتك. طيب انا بس جات لي يعني شكوى كده ان انتم الشغل هنا مخلي في اعاقه للحركه. ان شاء الله يا فندم احنا شغالين 24 ساعه، فطبعا يا فندم ما كانش ينفع ان الطريق شغال وفي عربيات ماشيه، عشان لا قدر الله وفي حاجه وقعت ما تحتملش مشكله، وبالتالي يا فندم احنا ضغطنا 24 ساعه، وباذن الله يا فندم المشروع ده بمجرد ما يتفتح كل شكاوى المواطنين ان شاء الله هتتلاشى، وباذن الله هتبقى تتقلب لشكر ان شاء الله. طب احنا هنخلصها امتى؟ ان شاء الله يا فندم احنا التسعة كيلو دول، التسعة كيلو احنا سيادتك مقسمينهم مرحلتين زي ما قلت لسيادتك. الاسبقيه العاجله دلوقتي يا فندم اللي هي من صلاح سالم وحتى شارع 9 دي 30/8 باذن الله. المرحله الاولى يا فندم زي ما وضحت لسيادتك من قبل ان هي طولها 7 كيلو متر، ان شاء الله 30/12 باذن الله انا هو عملها. طيب امتى الاعاقه دي تقل او تنتهي؟ مش هقول من المشروع كله يكون خلص يعني. تمام سيادتك. لكن على الاقل اللي هم المرحله الاولى دي كنا لما خلصت تريح الناس ان شاء الله يا فندم. تريح الناس خالص باذن الله يا فندم. طيب باذن الله. طيب وبرده يا فندم بعد اذن سيادتك احنا جاري دلوقتي تنفيذ مشروع كورنيش المقطم اللي بيبدا من حي الاسمرات بطول 7 كيلو متر وحتى ميدان النافوره اخر شارع 9، والكورنيش ده فندم تقريبا ما كانش موجود غير منه بمسافه كيلو متر واحد بطول 8 متر، دلوقتي خليناه 2 حاره و2 حاره بعرض 15 متر بطول 7 كيلو متر، وده يعتبر اعلى محور ياس الرزق. وجاري الدراسه والعرض على سيادتك ان احنا ازاي نربط الكورنيش بمحور ياس الرزق ان شاء الله، يبقى انا قدرت انقل الحركه كامله المروريه من كورنيش النيل لكورنيش المقطم يا فندم في مده لا تتجاوز ال 10 دقائق. طب شارع 9 هيكون ايه؟ احنا سيادتك دلوقتي جاري تنفيذ كوبري في بدايه شارع 9 يا فندم. اه شفته. الكوبري ده ان شاء الله هنخلصه 30/7 باذن الله، وهنعمل هنفتح الحركه المروريه تحتيه يا فندم ان شاء الله، بحيث يبقى المنطقه دي كلها دي كانت منطقه اختناق مروري. أيوة. ان شاء الله هتفك بنهايه شهر 7 باذن الله. طيب المحور بقى نفسه. المحور يا فندم نفسه هندرسه يا فندم ونخططه ونعرض على سيادتك الاسلوب الامثل ليه. يعني لسه انتم لسه في مرحله التخطيط يعني؟ ايوه فندم مش كده. طيب انا يعني طبعا بشكرك على الشرح ده، لكن انا يهمني ان الناس في مصر تعرف، وتحديدا في القاهره اللي فيها اكبر كتله حركه يعني. تمام. في مصر كلها بالكامل. تمام. ان احنا اشتغلنا بخطه متكامله في النهايه نقدر نقول ان القاهره سواء شرق القاهره او غرب القاهره احنا حلينا فيها حركه العربيات يمكن لغايه 5-10 سنين قادمه. بالظبط يا فندم. فالناس لازم تبقى بس عارفه وسامعه مني الكلام ده دلوقتي، ان احنا لما نيجي نتكلم على يعني كان الطريق الدائري اللي هو بيربط اللي هو الفاصل ما بين القاهره الجديده وشرقا وبقيه القاهره. تمام سيادتك. لما خلصناها كلها بالكامل عملنا المحاور اللي هي 16 محور اللي انتوا بتشوفوهم، اللي هو في النهايه ربط شرق القاهره مش كده؟ ايوه فندم. وبالجزء اللي هو غرب الطريق الدائري بالكامل. تمام سيادتك. ثم لما خلصنا ده اشتغلنا بقى في كل المحاور الداخلية. في الداخليه فيها وظبطناها وخلينا الحركه فيها يسيره. انا بس عايز اقول لكم اتفضل ان الكلام ده لو ما كانش اتعمل خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا كانت القاهره اصيبت بالشلل الكامل كاملا، وحجم العمل اللي اتعمل في هذا المجال غير مسبوق وبتكلفه كبيره جدا جدا، ولكن في النهايه نتائجه في الحركه في التلوث وقلته في توفير وقت الناس في توفير الوقود في تيسير على الناس الحركه بقت ضخمه جدا. لما خلصنا القاهره الجديده ثم المحاور الرب ثم المنطقه اللي غرب الدائري اللي هي الميثاق وسميره موسى وعمر سليمان والكلام ده كله، دخلنا كمان في اتجاه الجنوب زحمه. أيوة. يعني احمد كان مهم يقول قوي ان المقطم اللي احنا بنتكلم عليه ده فيه كتله سكانيه كبيره. تمام. الكتله دي كانت بتتحرك ازاي؟ بتتحرك. تمام. لكن فرق انها بتتحرك ببطء شديد وفرق انها بتتحرك بانسيابيه. اللي احنا بنعمله ده بيعمل حاجتين، بنكمل ربط وسط القاهره بشرق القاهره مش كده؟ تمام. احنا شغالنا بمراحل. احنا بالمناسبه احنا شغالين كده شغالين في غرب القاهره في الجيزه. ايوه. وعشان نعمل نفس الكلام ده بس غرب القاهره، بس ان في النهايه الكتله اللي موجوده جوه القاهره دي نتيجه حجم المحاور اللي تم شقها في الشرق وغرب القاهره يتيح للناس الحركه ويخلي جوه القاهره نفسها الحركه تبقى سريعه شويه. وانتوا لازم تتكلموا مع الناس تقولوا لهم ان احنا بنعمل ده هيعمل 1-2-3، ونقول لهم ايه ما تتعجلوش النتائج، لما يخلص المشروع هتجدوا نفسكم زي كل المشاريع اللي اتعملت. لما اتعملت المشاريع كلها
الناس كلها حست قد ايه اللي اتعمل ده كان اضافه كبيره جدا وعمل لهم تأثير كبير. استحملونا واحنا بنحاول بقدر الامكان ان في اضيق وقت ممكن ننجز المشروع.